من اسطنبول ينضم إلينا رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان. أهلا بكم سيد أحمد من جديد مع الحدث. لماذا حتى الآن سيد أحمد لم تحسم الفصائل السورية مسألة مشاركتها في محادثة أستانا؟ يعني النقطة الجوهرية في هذا الموضوع هي قضية وقف إطلاق النار. هذا الاتفاق بني على هذا الأساس، وحتى الآن ما يجري فعليا هو العكس تماما. وادي بردة لتصعيد هائل جدا في القصف، واليوم تم حتى اغتيال متقاعد أحمد الغضبان والذي كان مرشحا لتسيير أمور التهدئة بين النظام والأهالي، وتم اغتياله من قبل قناصة حزب الله. وهذا الموضوع كان واضحا أنه يراد لهذا الملف ألا يأتي بأي جديد حيال قضية التهدئة. وقبلها كان هناك استهداف لورش الصيانة، سواء عندما كانت حاولت الدخول أو وهي تعمل، وبالتالي اضطرت للتوقف أكثر من مرة عن إصلاح نبع عين الفيجة والمنشآت الخاصة به، مما يعني أن هناك قرار إيراني ومن النظام المتواطئ معه بعدم تزويد أهالي دمشق بالمياه. هذا المقابل من قبل الجانب الروسي بعدم التدخل، بعدم الوضوح في هذه القضية. الفصائل كانت واضحة، ما لم يثبت وقف إطلاق النار بشكل واضح سيكون هناك صعوبة بالغة في إعطاء موافقة على الذهاب إلى لقاء أستانا. طيب في هذه الحالة لماذا أيدت الهيئة العليا للمفاوضات السورية الذهاب والمشاركة إلى محادثات أستانا؟ نفهم من هذا الكلام أنه ليس هناك تنسيق بين الجانبين الفصائل والهيئة. البيان الصادر عن الهيئة العليا كان دقيقا، أولا في توصيف الاجتماع بأستانا بأنه خاص بقضية وقف إطلاق النار والبنود 11 و12 و13 من القرار 2254، أي بالقضايا الخاصة بوقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية التي تعتبر تمهيدا للقضايا التي سوف تستأنف رسميا في جنيف في 8 شباط القادم. وبالتالي الهيئة رحبت بحضور أو دعمت حضور الوفد العسكري في هذا اللقاء، وقالت أنها أستانا ليست بديلا عن جنيف، وعدم حضور الجانب السياسي يعني أنه يفترض أن لا يتم التطرق لمفاوضات سياسية في هذا اللقاء، واللقاء يبقى محصورا بالبنود الخاصة بتهيئة المفاوضية للمسار السياسي الشهر المقبل. هذا هو كان مضمون التركيز على في البيان. طب قبل قليل الهيئات الثورية داخل وادي بردة طلبت بتجميد المشاركة وتعليقها إلى محادثات أستانا، هل ستستجيب الفصائل الموجودة في أنقرة لهذه المطالب من الهيئات الثورية في وادي بردة؟ يعني نحن نتلقى بشكل لحظي حقيقة المناشدات من إخوتنا وأهلنا في وادي بردة الذين يتعرضون للقصف الشديد كما أشرت، وبالتالي الاستجابة لهم هي واجب من قبل الجميع، ولا نعتقد أنه يمكن المضي قدما في هذا المسار في ظل التصعيد وترك هذه الأطراف منفلتة من قبل الجهات الضامنة. وما يؤخر فعليا موقف ممثلي الفصائل الآن من أن يتخذوا هذا القرار هو هذه المناشدات التي تصلهم، واستمرار أيضا التصعيد في وادي بردة. هذا الموضوع بالغ الأهمية وبالغ الخطورة أيضا، لا يمكن القبول بعدما حصل في حلب أن يتم أكل وهضم الأجزاء المحررة بهذا الشكل أولا، وثانيا أن نعتمد فقط على ضمانات شفوية تقدم من هنا أو هناك. لابد من ضمانات مكتوبة وفاعلة أيضا وقابلة للتنفيذ، والأطراف التي تتعهد بها يجب عليها أن تنفذ هذه الالتزامات والضمانات. طب من يخرق هذا الاتفاق على الأرض؟ هم النظام السوري والميليشيات الموالية لها، الميليشيات الإيرانية. ألا تخشى الفصائل اليوم في حال بالفعل جمدت مشاركتها في محادثات أستانا مقابل وقف إطلاق النار أنه الجانب الذي يخرق هذه الهدنة يقوم باستغلال هذه الشروط لإجهاض محادثات أستانا؟ يعني للأسف هو من الناحية الفعلية أن هناك طرف يخرق الهدنة ويعمل على تقويض الاتفاق، ولكنه لا يتعرض لأي ضغوطات من قبل الضامنين،
وهناك طرف في المقابل ملتزم بالهدنة ويعمل على تسييرها، وهو يتعرض للضغوط الآن من أجل المشاركة في لقاء أستانة. الموضوع ليس عادلا بهذا الشكل، ويفترض أن الذي يقوم بخرق الهدنة، وهذه الهدنة بالمناسبة هي التزام ثنائي بين الطرفين الضامنين وليست مفروضة من قبل الأمم المتحدة أو أي جهة خارجية، يعني روسيا ألزمت نفسها بهذا الاتفاق، ما الذي يمنعها الآن عن تطبيق هذه الالتزامات؟ ليس هناك طرف أمريكي حتى تتذرع بأن الأمريكان يفعلون كذا أو أن الطرف الآخر يفعل كذا، هناك الآن طرف إيراني تابع لهم وطرف النظام تابع لهم أيضا، ولكنهم لا يتحركون بالشكل المطلوب ويتركون هذه الخروقات يعني تتمادى وتتزايد بالشكل الذي ريف إدلب وفي ريف حلب أيضا، وللأسف بعضها اليوم شارك به أيضا الطيران الروسي واستهدف سوقا واستهدف مخبزا وقتل مدنيين وقتل أطفال. طيب. إذن هناك خروقات متعمدة يراليها تركيع السوريين. شكرا جزيلا لك سيد أحمد رمضان رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري مباشرة من إسطنبول. شكرا جزيلا سيد أحمد.